حضراتكم، ويعني في حوارنا التالي هنتكلم على مرض يمكن منتشر بين دول كتير في العالم وبيزداد انتشارا بالتحديد مع التغيرات المناخية اللي بيشهدها العالم هذه الأيام. مرض الربو، الثلاث الأول من شهر مايو دايما بيبقى يعني للاحتفاء أو مبادرة لتذكير الناس بمرض الربو وفكرة التوعية وزيادة الوعي لأعراض هذا المرض، مسبباته، إزاي ممكن الناس تتعامل معاه، بالذات أنه في حالات بتبقى خفيفة لكن في حالات أخرى بتبقى شديدة وممكن تأثر على حياة الإنسان بشكل كبير. النهاردة في هذا الحوار هنلقي الضوء على هذا المرض بمناسبة اليوم العالمي لي، ومعانا أحد المتخصصين في هذا المجال. أهلا بحضرتك يا دكتور، دكتور محمود عبد المجيد، مدير عام مستشفى صدر العباسية سابقا واستشاري أمراض الصدر. أهلا بيك. أهلا بالسادة المشاهدين، صباح الخير. أهلا بيك. نبتدي أولا يعني نستأذنك في بعض المعلومات في فاصل، يعني معلوماتي قصير، نتعرف فيه على بعض المعلومات الأساسية، بعدها هنبتدي حوارنا مباشرة مع دكتور محمود. مرة تانية وبجدد الترحيب بدكتور محمود عبد المجيد، مدير عام مستشفى الصدر سابقا واستشاري أمراض الصدر. أهلا بيك. نبتدي معاك يا دكتور محمود باختلاف مرض الربو عن باقي أمراض الجهاز التنفسي. يعني يمكن الواحد لما يجيله ضيق تنفس أو شوية كحة أو كده يعني ما بيبقاش عارف يفرق قوي هل ده ربو ولا غير كده. إيه علامات مرض الربو؟ وعلامات مرض الربو زي ما التقديم اتقال، طبعا هو بيبقى فيه صعوبة في التنفس، عبارة عن أزمات مش تيجي مرة واحدة، أزمات متكررة، صعوبة في التنفس، سعال، ممكن يبقى مصحوب معاه بلغم، في صوت أزيز في الصدر أو تزييق، صوت صفارة ممكن نسمعه احنا بالأذن العادية وممكن الطبيب المتخصص طبعا يسمعه بالسماعة لو هو بسيط، بيتكرر على فترات متكررة، بيجي في فصول معينة زي ما حضرتك قلتي، تغيير الفصول، فصل الربيع، وده يمكن سبب اختيار يوم الثلاث الأول من مايو، يعني في شهر الربيع اللي هو معاد حبوب اللقاح والرياح اللي بتثيرها، وده بيثير الأزمات. ده بيبقى معاه كحة طبعا شديدة، الربو بيبقى معاه كحة شديدة ومعاه ضيق في التنفس، ممكن الأزمة دي تروح لوحدها لو هي بسيطة أو بالأدوية والعلاج. الأمراض الأخرى للصدر في أمراض كتير طبعا زي السدة الرئوية ممكن تتشابه معاها، أو أمراض طبعا التهابات الرئوية والسل اللي هو الدرن، دي كلها أمراض صدرية. لكن الخاصية المهمة جدا في الربو الشعبي هي ضيق التنفس والنهجان، صعوبة في التنفس، الأزيز أو الصفارة اللي بيسمعها المريض او يسمعها الطبيب. تمام. تنصح بايه بقى لو حد عنده الاعراض دي؟ لانه احنا عندنا للاسف ناس كتير بتعالج نفسها بنفسها، يعني سواء باعشاب، ببخاخات، بوصفات من الصيدليه، مش بتروح لدكاتره.
تنصح بإيه؟ أولا لازم يروح لطبيب متخصص طبعا زي ما حضرتك قلتي، لأنه في برضو بعض الأمراض بتتشابه، وساعات النزلات الشعبية بيبقى وياها شوية ضيق في التنفس، ما ندورش عليه كده، فلازم نروح لطبيب متخصص، ولازم تبقى زيارات متكررة، مش عشان الدكاترة تشتغل، لكن هو علشان يتابع، لأن المريض مريض الربو لازم يتابع بصفة مستمرة حالته عند الطبيب المتخصص، أو مستشفيات الصدر أو وحدات الصحية، كلهم عندهم بروتوكولات وعندهم طرق التشخيص والعلاج. زي ما بنقول دايما في اي مرض، الوقايه بتبقى دايما خير من العلاج. الوقايه ازاي بقى؟ الوقايه بقى بتبقى في ربو، بيبقى ربو نتيجه ربو تحسسي، او بيبقى نتيجه الانشاء انسان يشم مثلا غبار او هواء او في حبوب اللقاح، او ياخد اكل معين، ياكل اكل معين، أنواع معينة من الأكل. وعايز أكد على الموضوع ده، أنه بعض الناس بتفتكر أنه في أنواع أطعمة ثابتة، لا، كل مريض صدر، كل مريض حساسية مختلف عن التاني. بعض الناس يقول لك لا، ده أنا ما اشربش لبن عشان عندي كحة، الكلام ده أنا مش عارف قريته فين أو سمعت، مش غير صحيح. تمام. أو أن السمك والبيض ويمتنع عن الحاجات دي، صحيح الحاجات دي مشهورة بس مش شرط، يعني ممكن جدا. طب نعرف منين؟ لازم بالملاحظه. والملاحظه تيجي ازاي؟ الام مثلا للطفل لاحظت انه لما بياكل شوكولاته مثلا او يشرب لبن بعديها، ولازم يبقى نوع واحد من الاكل مش نوعين عشان ما نظلمش النوعين. ايوه. بتحس انه بتزيد الكحه عنده، بتزيد صعوبه التنفس، ساعتها بتمنع هذا الاكل. مش نمنع كل الاكل ونقول لا ده عنده حساسيه ما ياكلش لبن، ما يشربش لبن، ما ياكلش زبادي، الكلام ده خطير جدا، انه بيحرم الطفل من أطعمة مفيدة ومغذية. تاني حاجة الوقاية طبعا بالتطعيم، يعني احنا عايزين اللقاح بالأنفلونزا بالذات للمريض اللي يشخص انه عنده حساسية، سواء طفل او كبير، ياخد لقاح الأنفلونزا الموسمية، ودايما بناخده من اول شهر 10. مفيد جدا، انه بيقلل الالتهابات الشعبية او النزلات الشعبية اللي بتسبب ازمات ربوية حادة. زي ما قلنا الابتعاد عن المسببات، اللقاح برضو في ايام اللي فيها غبار او فيها تربة ما نصحش مريض الحساسية انه يخرج الا الامور المهمة، واذا خرج يحط كمامة، واحنا كلنا تعودنا على لبس الكمامات من الكورونا. حاجة تانية انه لازم يلتزم بالعلاج، والعلاج بيشمل حاجات كتير موسعة للشعب، وافضل حاجة لعلاج الربو هي البخاخات. طب بما اننا جبنا سيرة البخاخات، احيانا بيبقى فكرة البخاخات فيها تعود، واحيانا بيبقى البني ادم مش قادر يعيش من غيرها حتى، وفي كلام انه ممكن تبقى فيها مواد يعني كورتيزون او حاجة كده مضرة على المدى البعيد. ايه ارشادات التعامل مع البخاخات بشكل واعي بدون ما يأذي الشخص؟ الحقيقة انت دوستي على الجرح، يعني لانه البخاخات في حاجة، حالة من الفوبيا من البخاخات أو الخوف، رعب من، يعني بأول ما أقول للمريض إن هديلك بخاخة بس لقيه وشه يتغير فعلا، وأنا حالتي بقت خطيرة للدرجات دي. إحنا بندي البخاخات للأطفال من سن 4 سنين، ولو نقدر نديها من سن أقل من 4 سنين، لكن ما نقدرش نديها ليه؟ لأن الطفل أقل من 4 سنين صعب يستخدم البخاخة. لكن البخاخة هي الوسيلة المثلى لعلاج الربو الشعبي المثلى. وحضرتك قلتي برضو كورتيزون، كورتيزون هو العلاج الأول للربو الشعبي، وهو لازم يتاخد عن طريق البخاخ. احنا كلنا عارفين ان كورتيزون له أضراره، لكن عشان نتجنب هذه الأضرار ابتكر الإنسان البخاخ. طب البخاخة بتعمل ايه بالنسبة للكورتيزون؟ بتقلل نسبة الكورتيزون في الدواء بنسبة كبيرة جدا، لدرجة انه ليه، طب ليه بنقللها؟ لانه احنا مش محتاجين ان ازودها. انا لما بحط كورتيزون في راس او في شراب بتنزل في المعدة وتمتص، وبعدين تتسرب لغاية ما تروح للمكان اللي انا عايزه، اللي هي الشعب الهوائية مثلا، وتؤدي لاتساعها، لكن او تؤدي لمنع الالتهاب، لان الكورتيزون بيمنع الالتهاب. لكن البخاخة بتنزل فورا ومباشرة وبسرعة على الشعب الهوائية، وبتمنع الالتهاب، ومعاها طبعا موسعات الشعب اللي بتبقى موجودة مع البخاخة. واهم حاجة في البخاخة موضوع التعود وعدم التعود، انا بصراحة مش فاهمه،
يعني هل مريض الضغط لما بياخد علاج ضغط بيبقى متعود يعني؟ ما هو لازم ياخد علاج. طب هل في مثلا جرعه معينه طبعًا لازم ما يتخطاهاش الشخص خلال اليوم؟ الجرعه بيحددها الطبيب المتخصص طبقا لحاله المريض سواء طفل او كبير، وبيحدد نوع البخاخة. أنا شفت في التقديم أنواع من البخاخات، طبعا دي أنواع كويسة ودي قصيرة المفعول تستخدم للأزمة الشديدة، لكن بقى في أنواع كتيرة دلوقتي يعني شكلها أحسن وأسهل كتير في الاستخدام، وبتؤدي إلى دخول الدواء للشعب الهوائية أسهل، واستعمالها بيبقى أسهل للطفل جدا وللكبير. أهم حاجة إن إحنا إن الطبيب طبعا أنا بنصح نفسي أولا انه يشرح للمريض كيفيه استخدامها، لان احنا بنلاقي ناس كتير جدا معاه البخاخه ونكتشف انه بيستخدمها استخدامه مش في مصر بس في العالم، لان يعني يقال ان بعض المرضى في العالم كانوا بيستخدموا البخاخه كرش تحت الزراع. لا، هي طبعا البخاخه ليها طريقه وكل بخاخه ليها اسلوب في استخدامها، وكل ما المريض بيستخدمها صح كل ما بتبقى الفايده بتاعتها احسن وما لهاش اضرار. وبرضو موضوع بتستخدم في الصيام، ودي كانت آخر فتوى لفضيلة الإمام دار الإفتاء المفتي، قال إن البخاخات ثبت إنها غير مفطرة. فأنا كراجل صايم وعندي ربو شعبي بستخدم البخاخة في نهار رمضان وبستأنف صيامي عادي جدا، إنها ما بتدخلش على الجهاز الهضمي بالعقل وبالمنطق، هي بتدخل على الجهاز التنفسي بس. فما فيهاش فيها، فهي بخاخة يعني التطور الكبير في طرق استخدام الدواء، يعني درجة الكورونا لو نفتكر كانوا بيفكروا يعملوا لقاح عن طريق البخاخ بدل الحقن وبدل، فالبخاخة طريقة لأنه سهلة لأنه فيروس جهاز تنفسي وإنه أسهل وأقل ألما وأقل ضررا، لأنه الأقراص برضو ممكن تؤلم المعدة وتسبب التهاب في المعدة أو الشراب. فالبخاخة علاج جميل جدا وسريع جدا ومفيش فيه حاجة اسمها تعود، بالعكس دي بتشفي الطفل يعني شفاء من عند الله طبعا اولا، لكن البخاخه بالكورتيزون بالذات ومعاها موسع للشعب في الربو الشعبي او موسع للشعب لمرضى الصدى الرئويه، وساعات بناخد كورتيزون برضو بتشفي من المرض، لان الكورتيزون هو الماده الوحيده او الدواء الوحيد اللي بيقاوم الالتهاب اللي هو جزء اساسي من الربو الشعبي. تمام. طيب طبعا احنا شايفين التغير المناخي اللي حاصل واختلافات درجات الحرارة المتباينة بين ساعات النهار وساعات الليل، وده مش موجود في مصر بس، ده على مستوى العالم كمان. أكيد. هل ده ليه أثر في زيادة نسبة الإصابة بمرض الربو؟ طبعا أكيد طبعا، لأنه الانتقال من درجة حرارة مرتفعة اللي هي بتبقى دايما موجودة في بيوتنا قبل ما أول ما بنصحى، ثم الخروج للهواء البارد، ده بيسبب نزلات شعبية وبيسبب رشح، وده بيسبب الأزمة الربوية اللي عنده ربو بيسبب نزلة شعبية للي ما عندوش ربو. فيجب الاحتياط في الأحوال اللي زي دي. أولا كلنا ماسكين الموبايل ليل ونهار، نشوف درجة الحرارة النهاردة قد إيه، وعلى أساس درجة الحرارة صباحا ومساء بحدد الملابس اللي أنا بلبسها. ممكن أخد جاكيت معايا الصبح إذا كنت بشتغل طول النهار، ما ألبسوش الصبح لكن ألبسه آخر اليوم زي ما بنشوف إنه بالليل بيبقى برد، ده مهم جدا عشان ما أصابش بالنزلة البرد أو النزلة الشعبية. ثانيا بالنسبة لأطفالنا قبل ما يخرجوا من بيت ويروحوا المدرسة يشربوا شوية مية من الحنفية أو كده، لأن المية دي بتعادل درجة حرارة الجسم مع حرارة الجو، فما يحصلش الانتقال المفاجئ. الحر بقى لما يجي هنقعد في قصاد التكييف والمراوح، لازم نبقى حريصين جدا ما نبقاش جايين من بره ونقعد نخش على التكييف، لازم نجفف عرقنا الأول وزي ما بيقولوا نستهدى بالله كده، وبعدين نشغل التكييف أو المروحة بطريقة غير مباشرة وبدرجة حرارة 25 علشان ما لأنه دلوقتي بقت نزلات البرد ونزلات شعبية بتبقى موجودة في الصيف زي الشتاء ويمكن أكتر كمان من الشتاء. طيب هل في ناس عندهم قابلية للإصابة بمرض الربو أكتر من ناس تانيين؟ أكيد طبعا، إنه ليه أسباب وراثية. يعني ممكن يبقى في أسباب وراثية. ومهم جدا إن احنا نعرف إن مش لازم يبقى الأب أو الأم، ممكن يبقى الخال أو العم جد، ومش لازم تبقى حساسية صدر. يعني ممكن جدا تبقى الجدة عندها حساسية في العين أو حساسية في الجلد، وينتقل الجين ده أو المسبب ينتقل للأجيال اللي بعد كده. فيسبب يبقى عنده حساسيه، فهي الحساسيه او الربو مرض وراثي اكيد وبيتوارثه للاجيال، لكن الحمد لله كان زمان كان مرض
يعني قاتل دلوقتي بقى علاجه سهل والتعايش معاه والحياة معاه سهلة وكويسة جدا. طيب سؤال أخير خاص بالصحة العامة، يعني هل في أغذية معينة ممكن الشخص يحرص عليها بالتحديد بالنسبة للأطفال مثلا ممكن تقلل من الإصابة أو على الأقل تخفف عن شخص مصاب فعليا بالربو؟ أكيد طبعا الوجبات المتوازنة مهمة جدا، لازم الطفل بتاعنا يفطر، والأغذية المعروفة طبعا لازم ياكل بيض، وياكل بيض بأي شكل من الأشكال، إذا كانش بيحبه مسلوق يبقى مقلي يبقى أومليت، ياكل فول، ياكل خضروات طازجة، لازم يبقى وياه في بيسموه البوكس، مش عارف بيسموه ايه البوكس بتاعه، ياخد معاه لانش بوكس، لانش بوكس، ياخد معاه خيار، ياخد معاه طماطم، ياخد معاه خوخ، فاكهة الموسم دي بتزود. الغدا لازم يبقى فيه بروتينات، بروتينات نباتية زي الفول والعدس، طبعا الأسعار كلها غالية، مش هنقول اللحمة بقت زي الفول، فول أيوه. فلازم ياكل بروتينات وياكل فاكهة، وتلات وجبات العشاء لازم يبقى برضه فيه جبنة، بيبقى فيه بيض، بيبقى فيه زبادي، لازم الأغذية دي بالنسبة للكبير وبالنسبة للصغير الأغذية المتوازنة. وأنا بفضلها الحقيقة، بيجي لي مرضى كتير يقول اديني فيتامينات، أنا بفضل الأكل الطبيعي، ونبتعد عن الحاجات الصناعية اللي عليها مواد حافظة مش هقول أسمائها المعروفة دي، كلها بتؤدي إلى بعض المواد الحافظة اللي بتحط على بعض الأغذية اللي بيحبها الأطفال جدا، ملونة والكلام ده بتؤدي للأزمات. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا دكتور محمود عبد المجيد مدير عام مستشفى الصدر العباسية للصدر سابقا واستشاري أمراض الصدر، شكرا لوجودك معنا ومعلوماتك المهمة اللي أكيد الناس استفادت منها، شكرا لك. عفو. لسه مكملين مع حضراتكم في هذا الصباح، ونروح لفاصل من بعده آخر فقراتنا في البرنامج.